اللي كنت شبت بها بزاف في رمضان هي العائله. كنديروا صلاه رحيم اكثر من اللي تنديروا على العام كله، باسكو العام كله حنا تنجريو، وفي رمضان كتمشي تتشوف تشوف حبيبك، خالتك، عمك، المهم زعما دي لي جون اللي قراب لك في لا فامي. اي هذه اون اوكازيون اللي كتخليك باش تمشي تقرب اكثر للعائله ديالك. ما كرهتش تلقى مع سيدنا كل نهار كل شهر، ونحاول اذا تلاقيتو عاوتاني هذا العام في رمضان، علاش لا، نطلب الله. نبغي نقول لهم يتابعونا في دوزام، حيت كاين الجديد، كاين صباحيات، كاين ماستر شيف، وكاين سيت كوم الخاوه، وكان كي كنتي كي وليتي، يعني غادي كل جديد، وتابعونا على قناه دوزام.